بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الاستقلال، صباح الحرية، مرحبا بالحضور الكرام. نفتتح على بركة الله اليوم 20 مارس 2023 الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد الاستقلال، الذكرى 67، ذكرى 20 مارس 1956، يوم أشرقت شمس الحرية على هذا الوطن وضحى الشهداء بأغلى ما يملكون، فسقت دماؤهم الزكية هذه الأرض الطيبة، فظلوا خالدين أبد الدهر، وظلت تونس حرة مستقلة أبد الدهر. أدام الله على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان ودوام التقدم والازدهار، وكل عام والوطن بألف خير. نمر الآن بعد تحية العلم إلى الكلمة إلى السيد محمد أول. دقيقة نرجع لك، دقيقة نختم شوية برك ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخيرات، مرحبا بجميع الحضور، مرحبا بالسادة الأمنيين، مرحبا بالإخوة العسكريين، مرحبا بالسادة المعتمدين، الإطارات الجهوية، الإخوة نواب الشعب، المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، مرحبا بالجميع مرة أخرى. نحن في هذا المكان وفي هذا الزمان وفي هذا الموكب